الحقيقة بالنسبة للرسوم، هاي رسوم سيادية مقررة من قبل الدولة نعم ومعدة بموازنة الدولة اللي هي كل سنة تعاد على هذه الرسوم، وهذه الرسوم موجودة وفق قانون المرور وأيضا وفق التعليمات اللي صادرة من وزارة المالية، وكلها معدة وموجودة ضمن نسميها احنا رسوم سيادية ما نقدر احنا نتلاعب بها. طيب هذه الرسوم عدت من قبل لجان خاصة، هذه اللجان موجودة في وزارة المالية وكذلك وزارة الداخلية وعدت بهذا الشكل على اعتبار أنه هذا الرسوم. وبالنسبة لمديرية المرور بالنسبة لهذا الرسوم ما لها أي فائدة بها. إحنا كان عندنا بالمادة 38 من قانون المرور أنه نأخذ 25% حتى إحنا والطرق والجسور. طيب الحقيقة هاي لغت بقرار من المحكمة الاتحادية، وبعد إحنا ما عدنا أي رسم من هاي الرسوم نستلمها حتى نقوم بتأثيث الشوارع وبقية الأمور الأخرى. شكرا. أنا ذكرتها هاي سيادة العميد، موضوعة الطرق والجسور هي ما تعود لمديرية المرور العامة، هي تروح إلى وزارة المالية، يعني ما يحق لكم تتصرفون بهذه الرسوم.